السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقاء وزوار موقع تيوتو سبيس. إن شاء الله اليوم سوف نتطرق لدر جديد ودائما في شبكات الحاسوب وأمن الحماية. اليوم اخترت لكم واحد الدرس اللي تنظن بأن كل شيء عارفه، وكذلك كاين واحد النسبة ما عارفاش، هو كيفاش غادي ندخلو يعني واحد لانجويج أغاب الباك ديال اكسبيديا، يعني باش السيستم ديالك يتعرف اللغة العربية خصك تدخل لي واحد مجموعة ديال السكريبت ولا باش يعرف البيسي يعني اللغة العربية. دونك كما تشوفوا يعني انا ما عنديش اللغة العربية، حاولت حيدتها باش نعطيكم كيفاش نأصطلوها. كما تشوفوا يعني انتم تشوفوا يعني كلمة العربية ما داخلاش، يعني ما عطيش واحد إفادة شنو عارف. يعني هذا فيما تشوفوا، يعني فيما تشوفوا هذه القضيه عرفوا بان اللغه العربيه ما مأصلهاش. اليوم ما شاء الله غادي نحاول نوريكم كيفاش ندخلوا اللغه العربيه للسيستم ديالنا. يعني اول حاجه تيتوجب عليكم يكون خاص يكون عندكم ها السي دي ديال لانستالاسيون ديال السيستم اللي درتو، يعني ضروري خاص يكون عندكم السي دي باش تتمكنوا من لانستالاسيون. وغادي واحد المرحله اللي غادي نمشيو كما تشوفوا يعني البانو ديال بانو كونفيغوراسيون ديال البيسي ديالك، وغادي نحاولو ندخلو لوبسيون ريجيونال اي لانغويستيك. يعني ملي غنكليكيو عليها كيما تشوفو يعني غتشوفو هاد لابار ديال لوتي ريجيونال اللي عندكم في البيسي. غادي نحاولو نشوفو لي لونغ، يعني ندخلو واحد المجموعة ديال الباكيج اللي من السيدي باش يبوتي باش ياخد لي دوني من السيدي. كما تشوفوا يعني نحاولوا اي حاجه فيها لونغ اغاب نكروشيوها. غادي نبقاو نقوموا بهذه العمليه كما تشوفوا، يعني تنديكلاريو السي دي باش ياخذ لي فيشي اللي فيهم اللغه العربيه من السيستم. غادي نبقاو نديرو بحال هكا حتى نحصلوا على داكشي اللي بغينا. دونك صافي، يعني كما تشوفوا نمشيو لي طاي. يعني بالنسبه للكلافي ما عندناش اللغه العربيه، غادي نحاولوا نأجيو. دابا غادي نمشيو للانستالاسيون ديالنا كما تشوفوا. غادي نابليكيو هادشي. كما تشوفوا يعني من ابليكينا يعني اوتوماتيكمون مشى الليكتور اللي عندنا، ولا تيهز لي فيشي ديال اللي فيهم العربيه، يعني من لي فون، يعني من اي حاجه كاينه في السيدي كما تشوفوا. يعني طريقه سهله. صافي حنا سالينا دابا يعني لانستالاسيون ديالنا. دونك غنمشيو لللانجويج وغادي نمشيو لاجوتيوها في الكلاب كما تشوفوا. شو افونسي اجيتيو لا لونغ ديالنا، هاهي كاينة، يعني دخلات اوتوماتيكمون العربية. نشوفو على حساب واش كويتي ولا ازيرتي، ونعزلو الدولة. دونك تشوفو يعني اراب ماغ. دونك احنا دخلنا دابا اللغة العربية. حنا دابا قمنا بالانستالاسيون ديال اللغة العربية. تنتمنى ان شاء الله الدرس ينال الاعجاب ديالكم. اتصلوا بنا على الموقع tutospace.com والمزيد من الدروس ترقبهم في حصص قادمة ان شاء الله، وشكرا.